السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هند أحمد من صفحة نود زون. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة أنا هشرح الباك جراوند الخاصة بإعلان اتصالات. يعني أنا هحاول على قد ما أقدر إن أشرح إيه معظم الفيكتورز اللي موجودة فيه، يعني إذا كان الوقت متاح بالنسبة لي، وهبتدي إن شاء الله بالباك جراوند. في البداية أنا جهزت لكم فولدر. الفولدر ده لو هنيجي نشوفه دلوقتي مع بعض، في هنا الباك جراوند كصورة يعني علشان تكون ريفرنس ليكم، وفي هنا الباليت علشان تستخدموها على طول، والفيديو نفسه. طيب أنا دلوقتي لما أجي أعمل الباك جراوند دي، يعني هرسمها كده مثلا الأشكال دي أو المثلثات والحاجات دي كده على طول ولا إيه؟ طبعا بما اني بعمل ريكرييتد من فيديو اساسا معمول، فلازم طبعا اشوف الفيديو، لان انا دلوقتي لما اجي هرسم على برنامج الاستريتور في حاجات هتبقى ثابته وفي حاجات هتبقى متحركه. يعني مثلا الاشكال اللي فوق دي هتبقى متحركه، بالتالي لازم تكون الاجزاء المتحركه تكون في لير لوحدها، اما الاجزاء الثابته مش مشكله بالنسبه لي، ممكن اخلي كل الحاجات اللي هتكون ثابته كلهم في لير واحدة، مفيش مشكلة. لو جينا دلوقتي ايه نشوف الجزء المتحرك هنا في الفيديو، المثل بيقول من بره يعني من اول هنا، اول مرة هنا هنلاقي الشريط ده اللي هو فيه المثلثات والدوائر الصغيرة دي بيتحرك، وبرده هنا ده برده بيتحرك، تعتبر حركة عكسية، الحركة دي كده في اتجاه والحركة دي في الاتجاه التاني. هي بس ايه، انتوا ممكن يعني هي مش ملحوظة قوي علشان الحركة بطيئة جدا مقارنة بحركة الأشكال اللي عليها. حركة الأشكال دي تعتبر سريعة جدا، شايفين دي حركة بطيئة جدا. تمام، نبتدي بقى نفتح الاستريتور، فايل نيو، خلي 1280x720. تمام، سميها باك جراوند. ممكن اجيب البلد دي احطها هنا عندي فوق كده، صغرها بس كده شوية، خليها هنا فوق بحيث ان ايه نقدر استخدمها وقت محتاجة. تمام، هبتدي بقى دلوقتي ارسم الاشكال دي. تمام، طيب هرسمها ازاي؟ هل هفضل كل مثلا ده يعتبر مثلث، كل مثلث هقعد ارسمه واعمل دوبليكيت 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 لحد ما اخلص؟ اكيد في طريقه اسهل. الاول هنعمل باك جراوند لكل الكلام ده، واختار هنا ممكن اللون ده، سمي دي بي جي. بعد كده هرسم بقى ايه المثلثات دي، هجي اختار من هنا الستار تول، هدوس على زرار الشيفت علشان يبقى بشكل مستقيم كده. طبعا انا هغير اللون خالص، ممكن اختار الدرجة دي، ممكن نفس الدرجة بس اغمقها شوية كده مثلا
او اعتقد الدرجة دي هي الدرجة اللي كانت تمام. طيب وبعدين همسح الجزء ده او النقطة دي بمعنى اصح، وبعدين هحولها كده لستروك. هو طبعا كانت فيل بس انا حولتها دلوقتي لستروك، طبعا مش ملحوظة علشان هي الستروك بتاعها واحد بس، ممكن ازودها اتنين او تلاتة تبقى معقولة. طيب ايه كمان ممكن اغيره؟ لو جينا هنا على ستروك هخلي الكاب راوند تمام، والكورنر برضو راوند علشان يكون الحواف هنا تكون دائرية شوية، من هي ما تكونش حادة يعني تكون ناعمة. طيب كده تمام، هي ايه المفروض الستروك يبقى أعلى من كده بالشكل ده او سنة بسيطة كده تمام. ممكن ابتدي بقى احطه هنا. كده لو هو كبير ممكن اصغره شوية صغيرين. كده تمام جدا تمام. بعد كده هعمل دوبليكيت منه، دوبليكيت واحد بس. واخليه هنا بالشكل. طيب تمام. وبعدين احدد الاتنين دول من Object Blend Blend Option. انا هستخدم هنا، هو في كذا اوبشن هنا. طب ايه هي اداة البليند اصلا؟ هي بستخدمها علشان اعمل تكرار من شكل واحد تمام. انا هنا عملت الشكل اللي هو المثلث ده، عملته في الاول في بداية المكان اللي انا عاوزاه، وفي اخره هيكون هنا ايه بالشكل المستقيم ده تمام. وفي هختار من هنا specific steps orientation، في اللي هو align to page و align to boss. انا هستخدم align to page. طيب ايه 50 دي؟ هو الخمسين دي اللي هو عدد الوحدات اللي هتتكرر تمام. يعني انا يعتبر هعمل 50 وحدة في المكان الفاضي ده. طيب هو ممكن يكون الخمسين ده كتير، ممكن احدد دلوقتي وليكن 20. انا دلوقتي بجرب على سبيل التجربة واقول له اوكي. بعد كده من اوبجكت تاني بلند، وبعد كده ميك. بدل لما استخدمها كده ممكن الاختصار بتاع الت كنترول وبي. دلوقتي عملهم بس ممكن تكون مش مظبوطة قوي. نرجع كده، ولو قلت object blend تاني blend option ممكن اخليها مثلا 18. دوس بقى alt و control و b على طول. برضو في مسافة فاضية اخليها 19. alt control و b كده تمام، هي مظبوطة جدا. طيب تمام، دي كده أول حاجة. في بعد كده ايه؟ في بقى تعتبر هي موجودة تحت باك جراوند، هرسم تحتيها باك جراوند. تمام، وهيكون طبعا فيل، واللون بتاعه ممكن يكون أفتح أو أغمق، احنا بنجرب تمام. وقول له transform arrange send to back علشان يظهر. طبعا اللون مش
حلو خالص. تمام. فيما بعد ممكن لو انتوا حبيتوا تغيروا الوان ممكن تغيروها، استنى بسيطة كده. تمام. وبعدين في بعد كده الدوائر الصغيرة دي هتتعمل برضو بنفس الطريقة، هستخدم دايرة كده بالشكل ده، ادوس طبعا شيفت وانا بعملها، الت وشيفت، طبعا انا مش عايزاها ستروك، انا عايزاها تكون فيل بالشكل ده.